السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا تاسك خفيف في السيرفس، وهو ازاي اقدر اعمل المكان بتاع النمر العربية، اللي هو المكان الخلفي اللي هو بيبقى في شنطة العربية من ورا. هنبدأ مع بعض ونرسم سكتش، ونرسم معانا 2 ارك عمودي على بعض، ونديهم مقاسات تقريبية طبعا نوضح بيها الفكرة. بعد كده هاجي ارسم الارك التاني، واجي اختار بلان زي الفرونت، واجي ارسم الارك التاني واديله مقاسات، برضو مقاسات تقريبية بس نوضح بيها الفكرة. بعد كده بنيجي بالسيرفس نعمل سويب، ونيجي نتأكد ان هو في الاتنين دايركشن عشان يعمل معايا المنظر اللي احنا شايفينه. احنا حاليا هنرسم مستطيل في نص الشكل، وهنعمل للمستطيل ده سبليت بحيث ان احنا نقسم التو سيرفيس عن بعض، ونقدر نموف ونروتيت السيرفيس، لان التداخل ده في الحقيقه بيبقى معمول له موف قوي من فوق وموف قليل من تحت، فاحنا بالتالي احنا محتاجين نعمل سبليت للجزء ده ونعمل له موف مع روتيت. امر سبليت معانا موجود في التولز فيتشرز، بعد كده هلاقي امر سبليت معايا موجود. كل اللي انا هعمله هاجي اختار المستطيل معايا اداه قط، وبعد كده اعمل كات بارت، واجي اختار المستطيل الداخلي، واتاكد ان انا شلت العلامه بتاع كونسيوم سيرفيس اللي هو استهلاك الاسطح، وبعد ما اجي اختار السطح ده الاقي السكي. وطبعا في الحقيقه عشان نيجي نعمل روتيت او نعمل اي حاجه يا شباب، احنا محتاجين نسلكت البارت من التري الاول، يعني سلكت البارت من التري الاول مش السلكت من جرافيك اريا في امر موف مع السيرفيس بالذات. فنيجي نلاحظ ان امر موف اشتغل معايا اوتوماتيك، لان انا كنت عامل سلكت للمستطيل قبل ما ادوس الامر، وهاجي افعل ترانسليت وموف، واجي اعمل روتيت للشكل ده على الاكس مثلا، لان الاكس هو اللي ظاهر معايا في فتره الدوران، واجي اوقف نورمال لحركه الدوران بتاعتي على الاكس، واجي اخليها قيمه مثلا ولو تكن 2 3 درجه زي ما انت حابب. بعد ما اخلص اجي ادوس اوكي. معلش اعتذر ان انا ما دوستش اوكي، هنعيد الخطوه دي تاني، هندوس موف اند كوبي، اجي اختار البادي ده من التري زي ما اتفقنا، وبعد كده اعمل روتيت للجزء ده. هاجي ادوس اوكي، مجرد ما ادوس انتر هيحصل ريبيت للامر، هاجي اعمل موف للجزء ده على محور الاكس بالسالب طبعا عشان اروح للاتجاه التاني باي قيمه برضو انت شايفها مناسبه، 2 1 3 5 زي ما انت حابب. وبعد ما اخلص بدوس اوكي. انا كده عملت ايه؟ انا كده خليت التداخل عندي فوق كتير وتحت قليل، فبالتالي لما اجي اعمل امر لوفت هيجي يعمل لك موضوع ان النهايه بتاعتك هتبقى نهايه على ما فيش. اقدر برضو ان انا اعمل تريم للمستطيل ده، ان انا اعمل اوفست من الحواف بتاعته الخارجيه، واعمل اوفست بقيمه 2 مثلا، وخلي الاوفست كمان من تحت بقيمه اقل من 2 عن طريق ان انا الغي الريليشن بتاع الاوفست، واجي ادي دايمنشن من السيرفس اللي تحت للنقطه دي ولو تكون قيمه 1 مللي مثلا. بعد ما بخلص بدوس اوكي. بعد كده هتنقل للسيرفس، وهاجي الاحظ ان احنا نقدر نعمل لوفت ما بين المستطيل قدام والمستطيل ورا، بس بعد ما اعمل تريم. فانا الاول هعمل تريم، واجي استخدم المستطيل اللي انا عملته ده كتريم تول، واقطع المستطيل اللي هو الزياده اللي هو حاصل لي ورا زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هاجي بعد كده اعمل امر لوفت اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. امر لوفت الحقيقه بدل ما ارسم سكيتش سكتش واعمل كونفرت انتيتيز للخطوط الخارجيه، انا ممكن اعمل حركه لطيفه جدا ان انا ادوس كليك يمين واعمل حاجه اسمها سيلكشن مانجر. كليك يمين سيلكشن مانجر، واجي اختار الاربع خطوط بتوع المستطيل معايا، بس اتاكد ان انا مسلكت على جروب. بعد ما اخلص اجي ادوس اوكي. اجي بعد كده اتاكد ان انا عملت نيت سيرفيس لكل الاسطح دي مع بعض، واتاكد ان انا عملت سيلكت ليهم كلهم مع بعض، واجي ادوس اوكي بحيث اقدر ادي فلتات. مجرد ما نيجي ندي فلتات للايدجيات اللي هي العموديه دي اللي انتم شايفينها المايله دي، تقدر بعد كده تسلكت اي ايدج يعمل لك سيلكت تانجنسي لباقي الفلتات. فترتيب الفلتات ده مهم معاك جدا وانت شغال في ديزاين اي حاجه.
هنيجي نعمل فيل التاني عن طريق ان احنا بندوس انتر. مجرد ما اخترت الايدج اللي فوق ده عمل لي سيلكت تانجسي لبقيه الفيلتات بمساعده الفيلت الاولاني اللي انا اديته، عشان كده بنتكلم في اهميه ترتيب الفيلتات. بعد كده هاجي ادي الفيلت الداخلي واجي اديله اي قيمه انت شايفها مناسبه، وبعد كده اجي ادوس اوكي.